عبر مبادرة تركية تسعى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لإدراج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية. الفعالية تهدف إلى دعوة المجتمع الدولي لتعزيز العمل الجماعي لمحاربة التحريض على العنف على أساس أي دين أو معتقد. دول عديدة في المجلس التنفيذي لليونسكو صوتت ضد إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا، في حين اعترضت كل من فرنسا والهند سابقاً على إنشاء يوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا. وفي السنوات الأخيرة ازداد الضخ الإعلامي السلبي تجاه الإسلاموفوبيا حتى باتت تعتبر مسألة شديدة الحضور في كل من فرنسا والهند التي لطالما شهدت العديد من الهجمات ضد المسلمين من قتل وتخويف واعتداءات. أما في باريس فقد أثار تصريح وزير الداخلية جيرالد دارمانان جدلاً كبيراً منذ أيام، بعد أن قال إن الإرهاب الإسلامي السني هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا حسب تعبيره. وأقرت الأمم المتحدة في السنة الماضية تاريخ 15 من شهر مارس من كل عام اليوم العالمي لمكافحة معاداة الإسلام، إحياءً لذكرى حادثة إطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والتي أسفرت عن مقتل 51 من المصلين. أبحاث خطاب الإسلاموفوبيا المعاصر توضح ارتباطه بشيطنة العالم العربي ووصفه بالعنف وانعدام الديمقراطية والتحكم في أسعار النفط، مقابل تجاهل حقيقة نبذ الإسلام للعنف والتفرقة العنصرية. فهو دين عالمي تعتنقه مشارب وثقافات ومناطق جغرافية مختلفة.